فقد زنى بها. فقد زنى بها. امرأة فاضلة من يجدها قيمتها تفوق الليالي. فقد زنى بها. تفوق الليالي. تفوق الليالي. كبرت يا جرجس. يلا خلص جامعتك. عشان انا حطيت لك عيني على واحده لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي واحده زيها. مين يا بابا؟ جانيت بنت ويليام شحات. رئيس السويد. ايه مالها في حاجه؟ لا مفيش، اصلها رفيعه شويه. يا جرجس يا ابني، الزواج رباط مقدس ما يجمعه الله لا يفرقه انسان، وجانيت هي اللي هترتاح معاها طول عمرك، والرفيعه بتتقن والتخينه بترفع والحلوه بتوحش. المهم السلام النفسي اللي بينكم والمحبة هي اللي تدوم. اصلها يا بابا كمان حولة شوية. العجيبة يا اخي، انت عليك حاجات. انت فاكر لما هتتجوزها هتفضل باصص في عينيها طول عمرك؟ الحاجات دي بتدوم مع الايام وبالعشرة، العينين هتتطبع على بعض. دي هبلة يا بابا. انت ما شفتش امك يوم ما اتجوزتها؟ الجواز بيعقل. مناخيرها، مناخيرها طويلة. تحط مناخيرك على مناخيرها؟ الله مش هتجوزها يا بابا. مال الجواز ومال المناخير؟ انت ما شفتش مناخير امك يوم ما اتجوزتها؟ زلومه فيل. بس مع الايام والمحبه. وهي يعني المناخير هتصغر بعد الجواز؟ صباح الخير. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاوز الحاجات اللي في الورقة دي. آخ يا اختشي يا عبد الهادي، تهد. الله، جوزة الطيب وحجر النار، دي خامس جوازة يا عبد الهادي. الله، مش أحسن ما أمشي في الطريق البطال؟ والعروسة بقى عندها كم سنة إن شاء الله؟ 25 سنة. يبقى الله يرحمك ويحسن إليك. وهذه كمان من عندي وقيتين بن. طب والبن عشان إيه؟ عشان العزة بتاعك. ما هو بالطريقة دي الخارجة بعد الدخل على طول. عاوزينك في كلمة يا شيخ محمود. خير يا محسن بيه؟ أخوك أسامة فيه؟ والله ما اعرف يا محسن بيه. احنا عارفين ان انت راجل طيب ومحترم ومالكش دعوه بحاجه، بس اديني بقول لك اهو، لو اخوك كلمك او اتصلت بيه قول له يبعد عن الطريق اللي هو ماشي فيه. انصحه يا شيخ محمود وبلغه بقى ان دي اخر فرصه هنديها له. حاضر يا باشا، حاضر. اتفضلوا اشربوا حاجه. يؤكد المؤتمر السنوي 51 للوحدة الوطنية على المشاعر الطيبة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين على أرض الهلال والصليب. مؤتمرات إيه بس يعني؟ مؤتمرات إيه؟ إحنا لو قعدنا 100 سنة في البلد دي مش هناخد حقان. ما ها لا عارفين نبني كنيسة ولا حتى نصلح ضوء مية في كنيسة من غير ما نجيب لها تسريح ياخد له سنة. هو كده وبس؟ وفي حد من ولادنا يقدر يتعين في منصب مهم في الدولة؟ طب قولي، في كم وزير مسيحي في الحكومة؟ بس بوس وأحضان وقرارات ومؤتمرات، واللي في القلب في القلب يا كنيسة. مضطهدين؟ مضطهدين إيه يا شيخ جاد؟ ده إحنا اللي مضطهدين. ده إحنا كل ما نبني جامع يبني قدامه كنيسة، وتلات تربع فلوس البلد معاهم، هم سايبين شغلانة ما بيشتغلوهاش. على رأيك، مديرين بنوك ورؤساء مجالس إدارات شركات استثمارية الكبيرة كلهم مسيحيين. أي أيوة والله يا شيخ جاد، انت عمرك شفت شحات مسيحي؟ ايوه صحيح. وقال ايه؟ قعدوا يقولوا عيدنا مش اجازة، عيدنا مش اجازة، لحد ما بقت اعيادهم كلها اجازات، اجازات اعيادهم على اجازات اعيادنا، وما بقاش في حد بيشتغل في البلد دي. يا هلال
الصليب يا هلال مع الصليب يا هلال مع الصليب يا هلال مع الصليب ولقد حثنا ديننا الحنيف على المعاملة الحسنة مع الإخوة المسيحيين، وإني لأرى مشاعر الحب والإخاء التي تجمع بيننا وبينهم قد بلغت أوجها وقمتها وذروتها. أما المتطرفون والإرهابيون الذين يسيئون بأفعالهم إلى الأمة الإسلامية وإلى الدين الإسلامي فهم ليسوا من الإسلام في شيء، والإسلام بريء منهم، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. يا هلال مع الصليب يا هلال مع الصليب يا هلال مع الصليب يا هلال مع الصليب. والآن أترك الكلمة لأخي بولس الواعظ الشهير وأستاذ علم اللاهوت. بسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. نحن نشكر الرب الذي أعطانا هذا الوطن الآمن لكي نعيش فيه أخوة وتحبين متآلفين مسيحيين ومسلمين. إن البذرة التي في الأرض والتي تطرح ثمرا طيبا نأكله لا تعلم أكانت اليد التي غرستها يد مسيحية أم يد مسلمة. إن بعض المسيحيين الذين يثيرون الفتن والضغائن بين عنصري الأمة ليس هم بمسيحيين ولا مصريين، بل هم أعداء الكنيسة وأعداء الوطن. يا هلال مع الصليب يا هلال مع الصليب يا هلال مع الصليب يا هلال مع الصليب. إيه اللي أنت قلته ده يا بابا؟ تاني؟ احنا مش قلنا ملناش دعوه بالناس دول؟ انا قلت اللي انا مؤمن بيه يا جرجس. الناس اللي ضدك دول مش سهلين ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي انت قلته ده. انت مش عارف قاعدين بيقولوا عليك ايه على النت. ايه هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلوني؟ انت خاف على ابوك يا جرجس؟ ما تخافش، انا في حمايه ربنا. ايه الصوت ده؟ مش عارف، انا اول مره اسمع الصوت ده في العربيه. اجري يا باب. يلا بينا. يلا. بقال الله يا أخ محمود. الحمد لله على كل شيء. أنا الشيخ عمر سند، ده الشيخ خالد عبد الجبار. كان المرحوم أخوك بالنسبة لنا هو القائد والمعلم. الله يرحمه ويحسن إليه. ما عشان تجوز عليه الرحمة لازم تواصل الجهاد اللي بدأه الشيخ أسامة وتكمل كفاحه لنصرة الإسلام. أنت تقصد إيه؟ الشيخ أسامة كان أمير الجماعة وهو أوصالك بالإمارة من بعده. يا شيخ عمر، أنا راجل مؤمن وأعرف ربنا وبصلي فروض وبصوم، إنما ما أحبش يكون لي أي انتباه لك مع الدينية. ما تحبش؟ ده فرض عليك يا شيخ محمود. هي دي برضو فيها حب وما حبش. بعدين رفضك ده ممكن يحدث فتنة بين الإخوة في الجماعة، وإحنا عايزين الإمارة تنتقل بشكل سلمي من غير أي مشاكل. أنا ما كنتش عضو في الجماعة أساساً عشان أبقى أمرها، وأنا ياما نصحت أخوي الله يرحمه لما هو اختار طريقه ده، ودي النتيجة. ما لها النتيجة؟ هو في أحسن من كده نتيجة؟ مات شهيد. سعيكم مشكور يا إخوانا.